حياكم من جديد مشاهدينا وإلى فقرة أخبار ومنوعات حلقة اليوم. لكن كالعادة وقبل ما أبدأ لازم أمسي على ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقرة، كركور. بنورك، الله يسعدك. تصدق كركور إنك صرت توحشني، صرت أفتقدك مرة. وانت بعد أحتاج شخصية مثلك في حياتي. أنا معك موجودة، حتى قلت لي من لبس أنا واحد ملاحظة شو قاعد أشوفك كل يوم، تشوف إيش ألبس وتقلدني. نعم، حلو حلو حلو، لازم نبدا الايام الجايه كمان نرتب مع بعض من بدري ان شاء الله. احلى حاجه. ايش رايك نبدا بالاخبار ولا عندك شيء حاب تقوله قبل ما نبدا؟ يلا. ما عندك شيء الا ولا نكته؟ الا طب عندي نسمع حاجه نكته. اقول لك حاجه، يلا نسمع. انا بريحه هلي، انا باللي الي، يعني نسمع نكته بس لا تغني ابدا. لا انا بغني لك بس يعني من باب يعني الاحساس الحلو. شكرا شكرا كركور. طيب نروح مشاهدينا معاكم لأول خبر، ومن روسيا. عملية وسط الحريق، تمكن فريق من الجراحين في روسيا من إنجاز عملية قلب مفتوح رغم النيران التي كانت تقترب منهم بسبب حريق كان مشتعل في المستشفى. وقال الجراح المسؤول عن العملية: لم يكن في إمكاننا التوقف، كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل من دون صعوبات. جميل جدا، واسمحوا لي أقول كلمة، وأدري طبعا أنها راح تكون قليلة جدا في حق الكوادر الطبية. يعطيكم ألف عافية، ودائما بيضحوا بأرواحهم وسلامتهم من أجل إنقاذ الآخرين. وشفنا يمكن كثير من المواقف اللي تحكي لنا هذا الواقع. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم من قلوبنا، ومهما تكلمنا في حقكم ما راح نوفيكم أبدا، ولكن شكرا لكم من القلب. من جد شكرا، شيء جميل. الأطباء دون شيء يعني الواحد يحترمهم ويقدرهم. الله يعطيهم العافية والصحة ويثبتهم دائما. يا رب يا رب دائما يعني نكون نحن معاهم قلبا وقالبا. آمين يا رب. طب ارجع بطولك لأنك قصرت شوي. ما احنا أطباء، أنا قاعدة أشوف النار اللي وراي خايف تحرقني. لا ما حد قرب منك، احنا في الاستوديو الحمد لله كل شيء فيه الأمن والسلامة.